لنطلع على نوعيات البصل والمواطنين الذين يقومون بشراء البصل. بصل اليوم أخذناه تنقية. عم نقي اللي بدي إياها عم بأخذها وبدي إياها ما عم بأخذها. نوعية البصل عم تنقية تنقية وكيف عم تنقية؟ اليوم نقيته تنقية جيد ممتاز. فيها شيء؟ لا لا ما فيها شيء. جيد ممتاز هيك هي. وهذا البصل بالسيارات عم يجي شرف تفضل. وهذا نوعيات البصل ها خلينا نفتح له على التعيين اي شوال. هاي شوال بصل هذا هو البصل طبعا ها شوف اي بصل له على التعيين. هذه نوعيه البصل اي بصل بدك اياها. هاي البصله كيف شايف هالبصلات؟ والله ما احلى منها الحمد لله. شو عم يقولوا غير صالح للاستهلاك البشري؟ لا 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 هذا ما حد الحمد لله من لا ما يكون ظابط. مين عمل غير صار مين هي اول صفحات الفيسبوك الله يعيننا عليها. لك هذا انت كل ما بدأ كل ما كل صفحات الزلازل الله يسامحك ما خلوا شغله. خلينا نشق واحد لنشوف شو نوعيه البصل. شو رايك؟ والله ظريف. شوفه ظريف. شو رايك؟ ظريف احسن الانواع. نجرب وحده ثانيه. نقي لك وحده انت خليني اجربها. هي جرب هي هات لنشوف. هو هي هيك بالعكس تعملها ايه بس خلص حاجه كيف صارت ممتازه. قصة انه في طابور خامس يخربط القصة بخربط المنقلة ولا تروحوا تجيبوا وغير صالح للاستعمال البشري. منين جايب المعلومه ما بنعرف.